مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. سيادة الوزير، بعد اذن حضرتك، النهارده كان في الاجتماع مهم قوي نعرف موقف شركات قطاع الاعمال من وثيقة ملكية الدولة. والله هو هذه الوثيقة كانت يعني هي متأخرة، والكثير من الدول حتى العربية حوالينا سبقتنا في مجال الإعلام. حضرتك القطاع الخاص، خلينا نتفق على بعض الأصول بس الأول. واحد، أنه أساس التنمية والقاطرة للاقتصاد هو القطاع الخاص. القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو النهاردة مسؤول عن أكثر من 70% من خطة الاستثمارات ومن الإنتاج في الدولة على مستوى العالم. محتاج دايما أنه يعرف موقعه فين من الاستثمار. بمعنى أنه ضروري هو داخل بيحط مبلغ، المبلغ اللي بيحطه مش زي البورصة. البورصة بتخشي وتطلعي زي ما انت عايزة في يوم، انما اللي بيعمل مصنع، اللي بيعمل استثمار في عقار في اي شركة، محتاج يطمن انه 20-25 سنة هو قاعد، والامور اللي دخل على اساس هذا الاستثمار ما تقلتش عليه وتتغير. اقتراض حكومي. فالنهاردة القطاع الخاص في مطلب انه هو نعلن للدنيا كلها، الدولة قاعدة في أي مجالات الانتاج الاقتصادي يعني وقطاعات، وإيه الحاجات اللي هي مش عايزة إنها تقعد فيها، وداعي القطاع الخاص بقوة إن يخش فيها. طبعا يخش فيها دي مش بس امتلاك شركات وأصول، يعني مش رؤوس أموال فقط، وإنما شركات. يعني ممكن تكون الأصل زي كده في الأوتيلات اللي هي مملوكة للدولة، وإحنا عندنا 29 فندق مملوك للدولة، تملكه الدولة إنما ما بتديرش غير 5-6، يعني بتدير بنفسها. بقية الفنادق كلها مدارة من سلاسل إدارة فنادق قطاع خاص. نعم، يعني ممكن الشراكة تكون أيضا بالإدارة. طبعا بالإدارة تكون بالمشاركة في الأرباح أو في الإيرادات، يعني أوجه التعاون مع القطاع الخاص مطلوبة. فالوثيقة بتترجم اللي أنا بقوله لحضرتك، إيه الحاجات اللي الدولة هتفضل فيها، يعني بصفة عامة مشروعات البنية التحتية والمشروعات في قطاعات. مثلا أديك هديلك مثال في قطاع المحالج والغزل والنسيج. تفضل. قطاع القطاع الخاص موجود بقوة، والقطاع الأعمال العام يعني يكاد لا يذكر في مجال ما يسموه الأند ستريم من الصناعة، أو المراحل النهائية اللي هي الملابس الجاهزة والمنسوجات. يعني عشرات الآلاف إما يكونش مئات الآلاف من المؤسسات اللي بتشتغل في هذا القطاع.